كرة تاني هناك إلى بدر، يعدي بدر ويسلم بدر، هذه الاستلام هنا، لكن محاولات الفريق الإماراتي فيها نوع من الحظر طبعا الخوف واضح جدا، مش عاوز يفتح الماتش قدام نادي الميلان لصالح الفريق الإماراتي عن طريق اللاعب، يعني رجوع هنا اللاعب رقم 18 أحمد شاه، انطلاقة تانية بيجدا عدى بيجدا.